بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدين قناة الواقع الفضائية أينما كنتوا، وأذان أواز على الشارع. عد لكم فقرة يا وجودي، الفقرة المنتظرة لدى الجمهور ولدى المتسابقين. طبعا اليوم صراحة القصة هنها والسالفة اللي صارت اليوم والأسبوع اللي راح، كنت محتار بين ضيوف وتواصلوا معي أهل المتسابق، قالوا إحنا رحلتنا بكرة. طبعا هذا الكلام هذا كان ربوع اللي راح، قالوا طيارتنا بكرة إلى المنطقة الفلانية. تمام، قلت طيب ما دامكم بتروحون بعيد اقعدوا في الرياض لين الفقرة يوم الثلاثاء. تمام، فألغوا الرحلة وقعدوا في الرياض يمكن أسبوع انتظرون هذا اليوم. تمام، وموجودين وجاو وإن شاء الله بيشوفون أهلهم بإذن الله. شيء ثاني يا معد الفقرة حاتم، متسابقين الباقين وينهم؟ أنا شيد كمان متسابقين وانشد الإعداد كذلك، وين المتسابقين؟ نايمين؟ بيطولون علي؟ طيب خليني بقى اجلس في النص وخلي الكاميرا معي، بس دردش مع الشباب لان يجون اغلب. سلام لها انت عبد الرحمن.